بن عبد الرحمن بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحالة أشرف على إطلاق البوابة الحكومية للخدمات العمومية، مؤكدا أن هذه البوابة تأتي في إطار تجسيد التزام من التزامات السيد رئيس الجمهورية لتحقيق التحول الرقمي في الجزائر وتعميم استعمال التكنولوجيات في الإدارات والمؤسسات من أجل تقديم خدمات عمومية نوعية متاحة للجميع. الوزير الأول أكد أن البوابة التي تضم أزيد من 300 خدمة عمومية مرقمنة تابعة ل 29 قطاعا وزاريا تعد خطوة هامة على درب تجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية. الإطلاق الرسمي للبوابة الحكومية للخدمات العمومية التي تعد خطوة هامة على درب تجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية الذي التزم في تعهده رقم 25 بتحقيق التحول الرقمي وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصة في الإدارات والمرافق العمومية وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي. وكرسته الحكومة في مخطط عملها في الجانب المتعلق بعصرنة الإدارة العمومية والحرص على تقريب الإدارة من المواطن، لا سيما من خلال تقديم خدمات عمومية نوعية ومتاحة للجميع بصفة آنية بغض النظر عن بعد المسافات التي طالما كانت عائقا وعانى منها المواطن كثيرا. الوزير الأول أكد أن إطلاق البوابة الحكومية للخدمات العمومية هو محطة فارقة في مجال الدفع بمسار الرقمنة في الجزائر. إن إطلاق هذه البوابة الحكومية للخدمات العمومية هو إذن محطة فارقة في مجال الدفع بمسار الرقمنة وعصرنة الإدارة العمومية وتقريبها من المواطن، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية في للتحول الرقمي التي من شأنها تمكين بلادنا من تحقيق وتعزيز السيادة الرقمية في خضم التحديات التكنولوجية والمخاطر السيبريانية المتزايدة، لا سيما أن بلادنا ليست في منأى عن هذه المخاطر. وأشير هنا بأن استراتيجية بلادنا في مجال التحول الرقمي ترتكز أساساً على مدى تطور البنى التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث تستند هذه الاستراتيجية على مقاربة استباقية من خلال القيام باستثمارات عمومية كبرى ونوعية، لا سيما في مجال الربط بالشبكة الدولية للإنترنت ورفع القدرات في مجال الربط بشبكة الإنترنت الثابت والنقال مع الرفع من مستوى التدفق. تحتضن الجزائر